مرحبا والسلام عليكم من مطبخي، مطبخ فتافيتو كيتشن. اليوم راح نكمل معكم سلسلة حلقات الزعتر. حكينا في بفيديوهات سابقة عن كيفية تنظيفه وتجفيفه وكمان تفريزه، وعملنا كمان فيديو للأقراص بالزعتر. اليوم راح نعمل فطاير بحشوة الزعتر والبصل، ورح نعمل كمان من نفس العجينة رح نعمل مطبق. أنا هون عجنت لأنه نفس طريقة العجينة اللي عملتها بفيديو أقراص الزعتر هي نفسها، ولكن أنا هون استعملت طحين أبيض كله، يعني ما حطيت طحين أسمر. هدول العجينة هي عبارة عن إيش، برضو عجينة كتير سهلة وبسيطة. 4 أكواب من الطحين الأبيض، استعملت طحين حلويات، ممكن تستعمل طحين حلويات أو طحين all purpose هو جميع الاستعمالات. حطيت عليهم معلقة كبيرة من الملح ورشة من الإزحة ورشة من السمسم، واستعملت المعلقة الكبيرة هاي حطيت منها معلقة من الملح وحطيت معلقة ونص منها للخميرة، واستعملت الكوب هذا بعيار الطحين 4 أكواب، واستعملت نص كوب من الزيت، ما حطيت لا حليب ناشف ولا أي أشياء تانية، وحطيت معلقة كبيرة من السكر. دوبت الخميرة بالسكر بمي دافي وعجنت عجينتي، وزي ما انتم شايفين وملاحظين كتير طرية هيها، وبعد ما لملمتها يعني هيك هي حتى انه تشوفوا قدامكم هيها كتير طرية هيها، بلملمها وبجمعها. وطبعا يعني من العلامات نجاح العجينة انها ما كلها بتنأمن على الصحن وبضل نظيف، بتقلبيها على وجهها وبتحطي زيت نباتي على الوجه وبتحطي عليها نايلون وبتتركيها بمكان دافي يعني شي نص ساعة، لان احنا هلأ الجو عندنا بارد. بعد هيك بنحضر الحشوة وبنورجيكم كيف رح نعمل الاشكال من هاي العجينة ومن الزعتر. وهلأ جاء دور تحضير حشوة المطبق وحشوة الفطاير. احنا ممكن نستعمل البصل عادي نفرمه، بس انا بحب ادبله خاصة مع الزعتر، لكن لو مع السبانخ ما في مشكلة. انا حميت المقلاي، حطيت الزيت الزيتون وبنزل بالبصل على طول. انا هون بس بدي ادبر البصل، ما بدي لونه ابدا يتغير. رشة من الملح، بس 5 دقايق وبطفي عنه وبنكمل. ولحد ما يتدبل البصل، انا هون فرمت الزعتر الاخضر، وراح اورجيكم كيف نتخلص من الطعم الحاد اللاذع اللي بيكون موجود فيه، وكمان المرار. بنرش ملح عليه رشة خفيفة وبنفركه هيك شوي بالإيد وبنتركه 5 دقايق 10 دقايق. بعد شوي حنرجع له، بنلاقيه صار هيك دبلان شوي وبلش ينزل ميته. بعد ال10 دقايق بنبلش نفركه بقوة ونعصر، نفركه بقوة ونعصر، راح نلاقي المي تاعته طلعت، وهي اللي بيكون فيها الطعم اللاذع والطعم المر بس. وبعدين بنقلبه مع البصل اللي دبلناه قبل شوي، وبنحشي فيه اي شيء، اي فطاير، اي نوع من العجائن، ما في مشكله. وهي دبل البصل، شايفين لونه ما تغير، ضل مثل ما هو بس وصار شفاف. وجهزت الزعتر وعصرته، راح انزل فيه على البصل وهو ساخن، بس انا طافي النار اوكي. وراح كمان احط عودين من البصل الاخضر، كتير والله بيعطي طعم زاكي. وراح احط عصرة ليمون وراح اقلب، وطبعا راح احط السماء، وبدي ادوق الملح، يعني الملح هذا طبعا حسب الرغبة. وهيك الحشوة بتكون جاهزة. وهاي الحشوة بردت تاعت الزعتر اللي عملناها، طبعا ما بينفع ابدا انه نستعملها وهي ساخنة لانه راح تخرب العجين. في ملاحظة بس هيك بسيطة، يعني كتير سيدات بيسألوني انه ليش السماق في منه بيعطي لون على حمار
وفي سماق بضله مثل ما هو. هلا السماق اللي بيعطي على حمار هذا للاسف بيكون مغشوش وبيكون فيه صبغه، فبس المشكله انه شكله احلى. ولكن السماق اللي انا استعملته اليوم هو سماق بلدي وللاسف ما في صبغه، ولا مشان هيك يمكن شوي تلاقوا لونه مش طابع لون قوي على البصل. ما في مشكله، بس حبيت اوضح الفرق. ممكن انت تستعمل يكون عندك النوعين وتحطي من المنيح وتحطي من اللي عليه صبغه، وحتى تاخدي اللون اللي بيكون على حمار هذا، هو بالفعل بيكون يعني لونه ابهج والطف بالهذا. كمان في شغله، انت بتقدر تستعملي الزعتر المفرز بتطلعيه، وما في داعي انك تحطيه تقلبيه مع البصل، لانه هو بالطبيعه راح يطرى بمجرد ما يذوب عنه الثلج. وبتصفيه وبتعصريه وبتحطيه على البصل برده بعد ما يتدبل وخلص. فبرده هاي من ضمن الملاحظات. هيك الحشوه بتكون جاهزه. وكمان في شغله، ما بنكتر سماق بحشوه الزعتر، لانه احنا بدنا ناخد الطعم القوي للزعتر، ما بدنا السماق يغطي عليه. ولكن بالسبانخ، السبانخ بتتحمل السماق، بكون طعمها اطيب لما نحط نزيد السماق ونزيد الليمون. ولكن مع الزعتر بنخليه يعني الحد المعقول او الخفيف، يعني عصرة ليمون خفيفة ورشة سماق بسيطة. كمان بنقدر نحط شطة وبنقدر لا، هذا خيارات بترجع لكل سيدة. انا راح اقسمهم جزئين، جزء راح احط عليه معلقه شطه والباقي راح اخليه ساده، حتى انه افراد اسرتك كل حدا ياخذ الصنف اللي بيحبه. وهلا بدنا نفتح الغطاء ونتفقد العجينه ونشوف. هيا ما شاء الله خفيفه الهواء. هيها راح اقطعها دواير. انا هون اخذت دائره من العجينه وفردتها شوي، فردتها عادي بايدي حتى صدقا، يعني مش محتاجة لمرق ولا شوبك ولا اشي. اسهل شي علشان نعمل مطبق انه نفرد على زيت زيتون، وعشان هيك انا حبيت اعجن العجينة بزيت نباتي، ونحط الزيت عند الرق، وما تخافي من العجين ابدا، يعني هيو بهدوء. هيو شايفة، لو تلاحظوا انا هون الاطراف سميكه شوي، فبحاول انه بالزيت افردها، وقدر الامكان انه هون بالوسط ما ارق كتير، ما ارق كتير، لانه بعد ما بنحط الحشوه بنحتاج انه نمدها كمان، فما بدي الوجه يمزع معي. طيب بعد هيك باخذ هاي هيك مستطيل باعتبار، ماشي ايوه، باخذ الحشوه. انا هون حطيت معلقة صغيرة من هريس الشطة، برضه شغل بيتي وشغل مطبخ فتافيتو، ان شاء الله هو موجود على صفحتي فتافيتو بالصور، وصفة مكتوبة، ولكن ان شاء الله بحاول انه نعملها فيديو كمان حي حتى الكل يستفيد. هون صراحة انا كتير ناس بيكتروا حشوات، مش لطيف ابدا نكتر حشوات، يعني حلو تكون هيك معقولة، لانه لسه بدنا ناخد، بدنا نرطيها مثل الظرف. اوكي هنعمل هيك ونرش رشات خفيفة هيك بالايد، حتى ما في يعني عادي، لانه شغل الايد بيخليك تتحكمي اكثر بكمية الحشوة. وبعدين بناخد هاي بنسكرها هيك، صار عندنا ظرف صح. بعدين هيك وهيك صار عندنا مربع. طبعا ما بنفردها، وما هو لو فردنا راح تلمزع معنا، لا بنتركها بالصينية محل ما سكرنا، محل ما راح نقلب هيك ونحطها بالصينية. وقبل ما نخبز، بعد ما نخلص كل القطع قبل ما نخبز، بنكبس عليها شوي بالايد نفردها، بعدين بنغزغزها بالشوكة مشان كل الطبقات تلزق ببعض، وبنخبزها. طبعا بتحبي ترشي الوجه ازحى سمسم تخليه سادة مثل ما هو، ما في اي مشكلة. هاي كانت طريقة المطبخ، بتمنى تكون واضحة. وهلأ رح نعمل كمان شكلين من الفطاير. أنا هون كمان فردت قطعتين كمان. هلأ اللي بتحب تعمل شغل دقيق كتير لما يكون عندها مناسبة أو حفلة أو هذا مجال عملها،
يعني بأي قطاعات مدورة عندك. طبعا هذا ما راح نكبه، راح نرجع نعجنه ونحطه بقلب صحن العجين ونغطيه عشان الوجه ما ينشف. انا هون ممكن نخلي واحدة عادية واحدة بالقطاع، بحط هون برضو الحشوة بالوسط. وباجي تقريبا من ثلثين العجينة، يعني بسكرها، بحاول انه مثل القطايف هي. اوكي، وباخدها من النص هاي وباجي بمسكها بالطرفين. اوكي، هاي للجماعة اللي بيحبوا المثلثة تكون من فوق ظاهرة، يعني الاطراف تكون مسكرة واضحة من فوق، ولكن انا كتير بحب انه اقلبها على الوجه هذا، ما بعرف هيك انا بحب كتير الشكل هذا، كتير مميز عندي. اوكي، وهاي عادية ممكن نعملها شكل تاني برضو، نوع من الفطاير. نحاول هيك نحطه، بعدين بنجي بنسكر اما بالشوكة او باصبعنا هيك، او مثل السمبوسك التركي ناخد الطرف وبس بنعمل هيك. هاي سهل كتير يعني. اوكي، وحبيت اعملها على الطاولة لانه على الايد الكل بيحكي لي ما بتكون واضحة. ممكن تخليها هيك، ممكن تلفيها هيك شبه الكرواسون، يعني برجع لرابطك انتي. وبنحطهم بالصينية وبنرجع نعمل معكم كمان شكل كمان. هلأ مثل ما انتو شايفين فردت قطع كمان، بس يمكن ملاحظين انا سمكتها، راح اعمل فيها منقوشة. المنقوش هاي طيبة كتير، وبنحط لها هون جبن أبيض، أي جبن أبيض بلدي فيتا الموجود عندك. أنا اليوم راح أستعمل الموتزاريلا مع تشيري توميتو، طبعا بتقدر تستعمل بندورة عادية يعني ما في مشكلة، يعني استعمل اللي بتحبي. راح أحط هون، حتى راح أستعمل إيدي. فردناها بس تركناها يعني شي نص سنتي الارتفاع، يعني ما بنرقها كتير مثل المطبق. وطبعا اللي بيحب، في ناس بتحب المعجنات تكون فيها ارتفاع، بكون فيها يعني عجين لبابة، يا برجع لرغبتك انت. يعني الارتفاع والسماكة برضو بترجع لرغبتك، اللي بيحب يرقق يرقق، واللي بيحب يعني خليها سميكة يسمكها ما في اي مشكلة. انا بس هون استعملت ورق زبدة تحتها عشان تسهل علي اني احطها بالصينية، لانه بعد ما بنفردها هو يفضل صراحة النوع هذا من المناقيش انه رأسا تنحط على الصينية وتنفرد، حتى انه ما نتعرض انه نشيلها وتخرب معنا والشكل يتغير، ولكن ما في مشكلة. انا هون استعملت ورق زبدة وتشيري توميتو، انت بتقدر تستعمل جبن بلدي او عكاوي، بس طبعا بيكون محلى. كمان بتقدري تحطي اي اضافات تانية، ولكن احنا هون بصدد انه بدنا الطعم الاصلي. كانوا بزمان يحطوا الجبن البلدي والبندورة وفقط لا غير، ولكن ما في مشكلة حطينا هون بس الموتزاريلا. بحس الموتزاريلا كتير بتمسك الحشوات هاي وبتكون طعمها طيب كمان معاها، لانه فيش ملح كتير فيها، فبتكون يعني مناسبه لهيك منقوش. بنحطها بالصينيه وبنرجع كمان نعمل شكل اخير وبنخبز، وبنورجيكم اخر الخطوات كيف راح يطلعوا معنا ان شاء الله. مثل ما انتم شايفين خبزنا المطبق والمنقوش اللي حطينا عليها التشيري توميتو والموتزاريلا، وكمان الفطاير
اللي عملناها بشكل السمبوسك التركي، وكمان الفطاير اللي على شكل مثلث، شوية عجين عملت منهم أشكال. العجينة ذهبية، العجينة كتير خفيفة وحلوة، عملت منها كمان على شكل الهامبرجر. بدنا نقص واحدة قدامكم ونورجيكم. بتمنى تكون الحلقة كتير يعني فادتكم، وحابة كتير تتواصلوا معي وتطبقوا. أنا تعمدت إنه العجينة هاي تكون كتير بسيطة وخفيفة، فيش فيها يعني لا حطينا لا حليب ولا بيض ولا زبدة، ولا يعني اعتمدنا على نوع الطحين والخميرة. أنا هاي المطبق هذا كتير خفيف ومش مزيت كتير، يعني صحيح يمكن تشوفوه مزيت، بس صدقا أنا بعرف ناس بيكون الزيت بشرشر منه، ولكن هيو في لبابة وأنا بحب الملمس هذا. هاي الجبنة دايبة مع الخبز، هيو كمان بصحة وعافية تعمليها لأفراد أسرتك. في كمان نفتح كمان وحدة بريوش، نفتح الكبيرة هاي ونورجيكم كيف الشكل من جوا وقديه هشة. يعني يمكن البخار واضح قدامكم، يعني المقادير 4 أكواب من الطحين، حطينا لهم معلقة ونص من الخميرة، حطينا لهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الملح، والمي تقريبا ونص كوب زيت، والمي كانت تقريبا أخذت في حدود الكوب وثلاثة أرباع. بتمنى تشاركوني رأيكم على قناة اليوتيوب أو على صفحتي فتافيتو. أي استفسارات أنا جاهزة، إن شاء الله تكون المعلومات واضحة. عجينة كتير سهلة وبسيطة غير معقدة، بتفيد كل الستات إن شاء الله. بتمنى إنه تكون عجبتكم. حكينا عن الزعتر الأخضر، كيفية تنظيفه وتفريزه أو تجفيفه، وعملنا أشكال مختلفة كتير، يعني حتى كمان الخبزة هاي على شكل الحمام برضو كانت يعني هي خبزة فاضية، أنا حشيتها بالموتزاريلا. بدي أشوف، حتى رح أقصها معكم كمان مع المنقوشة تاعت هاي، بتقصيها وبتضيفيها لأولادك لأسرتك يعني. بدنا نشوف هلا كمان، كتير هشة هاي. بتمنى تكون عجبتكم، وصحتين وألف عافية. لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب ومتابعة على اليوتيوب، لا تنسوا كمان تتابعوني على مواقع كتيرة إن شاء الله حتكون موجودة تباعا تحت الفيديو. أهلا وسهلا فيكم، وصحتين وألف عافية.